في الحلقة الماضية يا هلا يما هي حرب ولا خطبة يما؟ مشان الله يما. ولك هذيك ياسمين خطبت أخوك زينة الشباب وانت قاعدة بوجهي. يما هم مخدرات، بقول لك كروتي وزعيه. لك بس كنت انت عزمتيهم. طلقتي. الله يحميكي، أنا بقول لحالي. فوق ما هي خطبتك وقعدت ترقصتي مع البنات 100 منت؟ مفكرة أخذ أمي على دكتور نفسي. أنا الآن مضطر إني أغادر، هذا التحقيق انتهى، وفعلياً أنا لما أتشرف بمعرفتك راح أشطب هذا التحقيق من ذاكرتي. أنت شخص مريض يحتاج لعلاج، أوراقك راح تتحول للمدعي العام شروع في القتل وتسبب بالإذاء الشخصي، ويعني ملبسك كم تهمة كويسة. لبسني إيش أنت محل واعي؟ استنى يا ابن الحلال، أنت ما أنا أنت مش عارف أصلاً مين هي سبب الغدر والمصيبة اللي صارت لياسمين، بس أنت بتكشي يعني أحكي. أنت توهت أنت. إذا ما هي جلطتني 7 مرات على جلطتها. آخر فرصة، قول شو صار؟ في واحدة بالغة عاقلة بتودي خطيبها على دكتور نفسي واستشارات نفسية عشان قال تنجح العلاقة. أنا نفسي أعرف، رايحين على دكتور نفسي عشان أمك ومش جايبين أمك معانا كيف؟ ما هو صبورة، يعني أنا قلت عشان أمي، بس كمان يعني عشانك عنك عشانك. عشاني؟ آه. بنت الحلال، أنا على دكتور أسنان ما عمريش رحت، على دكتور جامعة ما عمريش فتت، بتوديني على دكتور نفسي ليه؟ شو مالي؟ لا يا حبيبي لا تعصب، يعني إحنا شوف علاقتنا يعني علاقة كتير حلوة صح؟ آه. يعني حلوة، بس بدها هيك شوي دفشة هيك صغيرة صغنوطة هيك فسفوسة عشان تنجح. علاقتنا تنجح ليه؟ هي علاقتنا توجيهي شيء، ايش العلاقه اللي بدها تنجح؟ ايه اغششها للعلاقه؟ انت ليش عصبي وكل ما احكي كلمه بتربق الدنيا تربقه؟ ولا لا تربق المنطقه كلها، انا جاي دكتور نفسي ليش؟ يا الله انا ما عين الله علي ما شاء الله. هاي البنت رايحه دكتور نفسي؟ اه يلا تعال انزل. طب انزل باخذ فكره وبعدين بنشوف يعني عشان هذا. بس والله حلوه هاي. هذا الصح، لان انت بحاجه لعلاج. مين قال لك بحاجة العلاج؟ أنا أموري تمام يا زلمة. أنت قلبك مكسور، بالك مشغول، عندك مشاكل، أنت تبحث عن تحقيق ذاتك من خلال انتهاك المرأة وفكرتها من خلال محاولة الوصول لإلها. أنت كذاب، أنت أمتى راح تشوف أنك أنت زلمة واطي؟ أنت قلبت تنمية بشرية ليش؟ كمل لي على الدكتورة النفسية. شو شايفيتني؟ شو سيبك سيبك بك صبورة. بك صبورة الله إن شاء الله يا صبورتي يا عمري. إن شاء الله صبورة الطباشيرها بدخلوا في صباحك هيك. شايفيتني ولك بوزع صحة عليك وعلى عيلتك. قال صح. قال أنا من زمان شو بقول لك؟ يا باي. شو بقول لك بدي علاج؟ أنا أصلا من زمان حاسس حالتي. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. حالتي النفسية أنت اللي منورة. كيف حالكم؟ صبري كوزمتك. رني أنت. كيفك حبيبتي؟ اسمعي بعت صور نهفات على الواتس عادي. متجوزة ولا متجوزة؟ لا وين متجوزة ما شاء الله، أنا أشوفها صبيحة. لا ما في شيء. مش متجوزة حبيبتي ولا خاطبة. بتداوم هون؟ بتداوم هون. من متى؟ من زمان. الله لا يوفقك. بتصدقي وبتأمني في الله؟ لا إله إلا الله. صلي أسبوعين بقولها بدنا نيجي على الدكتور، وهي بتقول لا. فاليوم أصريت، كنا مارين من هون قلت لازم نيجي. والله مارين كان يتغزل فيي بالسيارة. يحرم علي إذا حكيت لها أي كلمة ترطب قلبها. والله إنه كذاب. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. الموعد باسم مين؟ باسمي ياسمين. بالصلاة على النبي، احلى من العطلة. طحشت عليها طحش، قلت لها انا اصلا من زمان انا بدي علاج نفسي، ما انت عارفني انا بدي علاج نفسي حبيبي. ولك حبك ترك اللي يطلع على كتافك يعملك مكيته هيك تصيري مع الارض. يا حبيبي بدي اذكرك بهاي الشنطه لما جبت لي اياها بعيد الحب. والله ما جبت لها ما بحمل غيرها. وين بتجيبي ميك اب؟ منين تشتري؟ والله ما ظنيت. الله يخليكم لبعض يا رب. ليش؟ لا ليش الدعوه هاي؟ ليش يخلينا لبعض؟ عادي فرق مرات، هو البعد اريح مرات بكون. ولا كل وجهها ميك اب. انت ليش متضايقه منها؟ ليه بس هسه بدك تقنعني هسه هذا الوجه بدون ميك اب؟ شو؟ أما أنت مش حاطة ميك اب أنت؟ أنا حاطة شوية بس يعني. ولك أنت حنفية ميك اب وفلتة في وجهك، مالنا؟ ولا عليك. الله يحميكي، متى بيجي الدكتور؟ إن شاء الله يطول. يلا دقايق حتفوت على. لا بزبطش نص ساعة، أنت تضل قاعدين قبالك. الله يحميكي. الله يسعدك. ما هو الواحد من زمان ما شاف شغلات حلوة. يا والله أخذنا بعض عن حب. الله يخليكم لبعض يا رب. والله لحق وراي داخ 7 دوخات لرضيت أرد عليه بمسج. بس يلا النصيب. نرجع للكاميرات ونشوف مين اللي داخل الثاني. نرجع من نشوف مين جابت امها ثاني يوم عرفتها. بحبي بحبي. الله يحميكي. بحب اضل ادعي لك انا. شوفينا هالدكتور، شوفي هو دكتور؟ هي دكتوره. يلا يسعد الله، انا اصلا حظي اليوم. الله بقول من الصبح تعبان قلبي هيك، قلبي بره هيك. ولا اسكت شوي، هي دكتوره؟ دكتوره رؤى. يا ويل قلبي دكتوره رؤى. الله لا يوفقك يا رؤى. انا امي لما تدعي لي الصبح الله يخلي لي اياك يا نانسي على دعواتك. اذا السكرتيره هيك كيف الدكتوره؟ اجى موعدنا، انا اذبحني
ولا تخليني اشوف بنت لابسه نظارات طبيه هذول اطار اسود. اهلا وسهلا تفضل. انا من زمان بقول لها شو بقول لها اسمعي شو بقول لها بقول لها بدي اجي عند الدكتوره. كذاب والله كذاب كذاب كذاب. انا اقنعته ويا ريتني ولك ليش عامله شنيول. قصدي اهلا دكتوره. اهلا وسهلا بتصدقي وتامني ولك اسمعي خلينا نحكي مع الدكتوره. عيب عيب دكتوره هاي دكتوره. طيب سيد صبري تفضل تفضل رح نحكي بكل التفاصيل. انا بدي اتفضل بضل هون حجمتك تفضل بس يا الله ولك اقعد ليش من زمان دلتيني عليها. اقعد اقعد دكتوره انا فيها مرض نفسي انا مش قادر انا من جوا رح نحكي بكل التفاصيل تفضل. مش قادر كل يوم تجيبوني هون كل يوم. كذاب والله كذاب والله. طيب. انت نظرتك علاج نفسي. اهلا وسهلا والله انا بحييكي وبحيي الهبله هاي اللي جبتني هون. والله اني هبله اقسم بالله. يعني لاول مره بحياتها بتجيبني مع مكان وبطلع كويس دائما تاخذني على مطاعم يا بطلع كل التفاصيل ورح تروق ورح نروق كلنا. اهلا وسهلا فيك. التفاصيل كلها لك بدك باسوردي. انت شو بدك بتفاصيله انت شو بدك بتفاصيله شو تفاصيل ايه كل التفاصيل رح نحكي بكل الحاله العلاجيه. صبري كوزمتكس قلت بنظبط هالدكتوره بل تخيل عاد زبايني يصيروا دكاتره وزي هاي فهالنظارات هالشعرات هيك النازلين عرفت اللون اللي الحنطي هذا هيك اللي بتحس انت واقف مع شو اسمها. احكي لي سيد صبري من ايش بتعاني. انا بعاني اذا شفت الحلوين بغم علي وانا هسه مش مغم علي مش عارف ليه. هذا الموضوع كله رح نعالجه. كيف بدك تعالجي وانت حاطه الاي لاينر؟ كيف بدك تعالجي وانت حلوه سيد صبري وست ياسمين احنا رح نعالج الحاله كامله. انتو مين؟ لا بدي انت لحالك بديش انت تقولي لي جيبي قرايبك وتقولي لا 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 انا وانتو اكيد اذا انت مشغوله دكتوره وعندك شاب يساعدك ترى بنقعد معه. شاب ايش ميكانيكي شاب يساعدها شو بدك فيها انت يا عمي دكتوره. ست ياسمين انت رح تكوني موجوده على كل الحالات رح نسمع رايك. ليش ليش ورح نسمع رايك يا حالي ولا كيف؟ بس ممكن احكي لك جمله؟ تفضل. تفضل شاكر في اغنيه عاش من شافك بقول مو على بعض مزاجي نظرة عيونك علاجي 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 الله لا يوفقك. سيد صبري احنا شو حكينا صبري يعرف فضل شاكر ولك كان يسمعني هذه شاكر هالغضيب كله تكسر كله اندمر. لا كله رح يرجع يا ست ياسمين. بتعرفي ليش مسامحك على كل الأذى هذا اللي بتسببي لي اياه؟ مو سيد صبري لانك جبتي لي هون عند هالغزال. سيد صبري احنا بدنا نسمع الست ياسمين بشوف اذا بان نابها الحقها ولا تهابها. يلا يسعد لي نابها. انت كنتي هسه معصبه خفيف دم والله سيد صبري. يا عمري يا قلبي يسعد لي نابها والله ما يا نابها قلبي. ما نابها من هالشهاده الا تشوفني ما نابها. اي والله سيد صبري. ايش سيد صبري احكي لي يا خيتي انت لويش ما بتحكي معي انا ما انا جايبه اشترك لي مجال السيد صبري يا سيد صبري. والله ما انت تارك ولك هاي اذا حكت لازم الكل يسكت مش سامع صوتك كيف ولك اصاله اصاله. شو بقول لك؟ بدنا نسمع الست ياسمين هلا يا سيد صبري. بدك يعني اسمعها؟ آه. بسمعها للصبح. تمام. انت شو ما بدك تعمل؟ يا دكتورة بدك اعمل لك فقرة الساحر بعمل يا دكتورة هسا انا وياه مثلا بنتهاوش اكيد هاوشة خفيفة بتعرفي خاطبين وبنحب بعض. لا لا بدنا نبلش نكذب على الدكتورة. الله يخليكوا لبعض. ايوه يا قلبي تعبيط عبطوني يا قلبي تلبيس تلبستها. بقول لك الرجل يتعافى بالنسيان لما أيوة. يتهاوش مع مرته هذا بتعافى بالنسوان يحرم عليه ثاني يوم بروح احل هالمكياج بكون قاعد بتصهلل وبتصهون مع وحده. والله انا احلى رح نحل هاي المشكله اكيد رح تحليها اكيد. بس سيد صبري انت هون وجودك عشان نحل هاي المشكله. والله انت وجودك فعليا هاي مشكله. والله انت المشكله وارتفاع البنزين صراحه بس انت اهم يعني سيد صبري كل سيد. هاي المشاكل خلص استني احنا تعدينا سيد صبري خلص ناديني صبري يعني بصير اجي بالبجامه المرات الجايه. بجامه بعينك الله لا يعني بدك توعدني انك تصير تيجي وتلتزم بكل الجلسات انت وسيد. الوحيد اللي بوعدك اياه هذا في حياتي انه تصير اجي كل ما تشوفوا حالكم فاضيين بتردوا انت رني وسكر. اكيد احنا رح نحدد الجلسات كلها ست ياسمين ما تحكينيهم كل هذا الموضوع بتدلع عليه. والله بتدلع عليه. انا بقول نسكر موضوع الدلع هذا احسن صح. انا انكسر كتفي هذيك المره من ايش مش بسوي لك. انا اسف لكن من خلال تحقيقي معك في كل جلسه هاي انت بتحب بس انك تفرض ذاتك تحبي الشعره قصير وشعره طويل والقصيره والطويله والشقره والسمره والبيضه بعدين معك انت كله بشيل انا انت بعدين معك انت بشيله كله انت مثال سيء للشاب الاردني ما فيش شاب اردني هيك. نرجع لموضوعنا يا دكتور انا تحليل لك مشكلتك قلت لك انه الله جميل يحب الجمال. يا الله يا صبري اصبري عليه كمان صبري ما بحكي لي حكي حلو يا ريته مثلك وشو دخل صبري يحكي لك ولا ما يحكي لك. بدي حل استني شوي انت خلينا نحل مشكلتها بنت الحلال مش شايفتها. طب انت شو رايك انا هيني موجود ما هو افتزري هالزر زري هالزر هسه ضل هذا الزر ما زريتي شو بدك فيها يا بنت الحلال نسيها. صبري ما حكيت لي وين محلك محلي وين ما بدك حلو بعطيك العنوان ظبط الدكتوره
وبدك حدا يغازلك وانا بغازلك. هو يا صبري و هاي سيبك منها، هاي بخلعها على السريع، هاي اصلا سداد بين مخدها لبسوني اياها تنبي محلي. صار العريس، صار العريس، صار العريس يا ميمتي، صار العريس. خليكي معي سيبك. بس سمعي مكالمه اليوم. انت بدك ابديت، انت بدك سوفت وير، انت مريض، انت انت مريض، انت عندك مشكله. انت لا يا زلمه مش مريض، انا اموري تمام يا ابن الحلال. انت مالك مالك مالك، انت مريض اعترف. المهم صبورة خلص جيت جيت انا. مرحبا، اهلا وسهلا. ايش بتحبي تعملي مدام؟ شايف عرفت انك مدام. كيف مدام؟ لسه ما تجوزنا. لا ما خطبنا خلص. طيب يعني صرت مرتبطة انا هسه هيك؟ بس بين عليك مدام. قديش مبين عمري؟ يعني 22 23. بسم الله تغزل فيها، تغزل. بتجنني بتجنني. لا هي 19 مبينة، احنا عشان مبالغين ومبالغين 19. طب خلص يا صبورة، اول ما جابتك قالت مدام. خلص يا صبورة، طب شو بدك منهم؟ عندكم موعد؟ عندنا موعد مع الدكتور هيثم. تمام تفضل. انا كل يوم راح اجي هون خلص، بصير امر اروح من هذا. طب يلا ان شاء الله بتروح وما بترجع. طب خلينا نجيب، ما اعطيتهاش كرتي. اقنعتني وطلعت. كيفك دكتور؟ اهلين. انت رائع دكتور. تسلمي، شكرا والله العظيم انك رائع. خذ رقمه. بتغار؟ لا خذ رقمه عشان اصير ارن عشان البنت اللي برا اللي بتداوم عندكم برا مرتبة جدا. هذا رقم الواتس دكتور؟ الواتساب الشخصي. دكتور هسه شو هيك وتجيب يعني شو بتحس انه لازمه؟ بدك شوية هيك نظارة والنجلابية ال سمعت عنه؟ لا لا سمعت عنه انا. ما بنحط هذا على وجه خطيبتي انا دكتور. شو هذا دكتور؟ النجلابية فيلر، فيلر نص ابرة بس. طيب دكتور سمعت في عندكم خيوط ذهبية. هاي بتجنن. ايش خيوط ذهبية؟ احنا فايتين على الخياط يا بنت. ليفتنج دكتور، ليفتنج. ليفتنج ايوه. في عندكم خلى الليفتنج؟ لا لا خلص انا بس قصدي بس هذا الليفتنج. لا لا انا بس ليفتنج النظر انه هي بتحكي في شغلات انا مش مرتاح لها. دكتور ركز معي الله يوفقك. الخيوط هسه بدنا نعمل شويه خيوط. خيوط وفلان شويه ميزوثيرابي. اشوف في ثيرابي كثير. هاي رائعه. في البيجمنتيشن. ايوه بشيل هذا البيجمنتيشن يا زلمه. صح قاعد هيك بشيل هذول. انا ما كنت اعرف انت عندك بيجمنتيشن. اه طبعا مليان. احنا جانا من الكويت، احنا كميه منيحه. خبيلي شوي يا زلمه. موجود عندنا. بدكم جاهزه على شك دكتور. دكتور والله جد انا يعني اجيت هون قلت بقى هيك بظبط حالي. ايه اجي بظبط حالي دكتور عشان تفكر انه انا ابطل نسونجي. بس والله لو اسمعي، مش لو بتغز مش ربع ابره، لو 800 ابره في صباحك على الفاضي النسونجي راح يضل نسونجي ان شاء الله. دكتور ما خلى بنت من شرب الخطبه، والله اقسم لك بالله يا دكتور ما خلى بنت من شرب. دكتور انا بخطبتي، انا بخطبتي سؤال، بديش ارحب بال بترحب ولا بتعبط؟ بديش اعبط في الضيوف. الله يوفقك. تعبط؟ لا بتعبط دكتور. قصدي الترحيب، الترحيب الحار. جايين هذول يقدروني. يقدروني؟ اه انا مش هون. اه انت طوارئ الان، اصبر حماتي. رد. لا لا مش مالك خفت؟ لا ما بخافش انا. اذا مترجف انت مالك. الو هاي حماتي. هلا ما خليني افهمك، انت بس قبل لا ترفعي. نعم يمكن سكر الخط بالغلط. اسمع صبري، لا لا لازم احكيها اقوى، لازم اتنشن عشان يخاف مني، لازم خلي يخاف. اسمع صبري، بس محلك تسمع زي هيك، انت لسه ما بتعرفنيش معلم صبري. مع مين تحكي قاعد؟ بحكي مع المراي. خلصت؟ اه خلصت. وجيب لي قهوه روح. ماشي روح روح. ماشي انا ابو اللي شغلك يا زلمه. حماتك قويه زي امي، ما انا بعرفهم يا زلمه، هذول اجواء الستينات ما نعرفهم كذبات. في الشقوه من حماتي يا زلمه، محسستني انه هي مثلا معطيتني بنتها انه معطيتني قطعه ارض على طريق المطار حقها 880,000. لا يا زلمه امي اقوى يا زلمه، شو مالك؟ انا بعرفش اذا ابوي ميت ولا عايش ولا حي ولا زي عوكل يا زلمه، ولا عارف ولا فاهم عليه شيء يا زلمه. انا مرات مره حلمت في ابوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا ابوي؟ يا بنت بعدك عايش يا با؟ لا ميت بس جيك هيك. طبعا عايش. اخ بس انا هربت من كيد نانسي. نانسي وكيدها ما حدا بقدر عليه، ما حدا بقدر عليه، وهي مبين عليك اصلا. لا بس اسالك سؤال، انا نفسي اصلا ارجع كنت على الحياه لهذا واعرف مين سماها نانسي. يابا مش لبق لها اسم نانسي، مين سماها نانسي؟ ولك انت يا بل صدقت انه اسمها نانسي؟ ما حدا بدرى شو اسمها، انا كتبت كتابي عليها وما بعرف شو اسمها، قالوا لي كريمته. خداعه. نانسي خداعة. طب شو نعمل يا ابو؟ يعني شو نعمل لها؟ انت بس فهمني شو نعمل لها. الحل مع نانسي تعمل اللي ما قدرت تعمله من زمان. من زمان. شو؟ اقتلها يا صبري.
اقتلها وسلم حالك لأقرب مركز أمني. أقتلها؟ أقتل أمي؟ أقتل نانسي؟ لا نانسي لا. مرة بتقول لي أبوك مات في الحج، مرة في سفينة تايتانيك، مرة في المول، مرة في المصعد، مرة بأبصر وين، مرة في الحرب العالمية الثانية. لا بس فيهم كذبة هذول، قالتهم مستحيل يموت في مصعد. آه كمل. شو بعرفك أنت؟ المصاعد أنا إذا وقع المصعد بلقط في إله زي الأجنحة بمسك. كمل لي عن الحج. ما أنك صرت تطير أنت شو؟ أنت كمل لي عن الحج الآن. كنا طالعين أنا وصفوت رحلة يمه. يا بي الله يسلمه قديش كان يأخذني رحال كثير والله. بسطنا. المهم قاعدين بهالطيارة مسافرين على تايلندا. المهم شو بدك بطولة هالسيرة؟ الطيارة صارت شو؟ ترج. ها والله يما أقسم بالله ما بزل عليكي. أنا أصيح وأستريح وصفوت يتشهد. أنا أصيح وأستريح وصفوت الله الله يا ربي يسر أمره وين ما كان يتشهد. أيوة. بعدين شو كنت بسولك؟ بتشهد. انت مو مصدقه مو؟ لا يا ماما مصدقه. كيف مش مصدقه يا ماما؟ اكيد مصدقه. قومي من وجهي. قومي من وجهي. والله مصدقه. اقسم بالله انتم علي مجانين. لا يا زلمه احنا كويسين. اقسم بالله علي مجانين انتم. لا ما شاء الله عنا عين الله. اقسم بالله ما في قوتك يا مفايزين كلكم. يا زلمه شو بعرفك انت؟ بتعرفني انا لحالي شو دخل عيلتي؟ انا اللي بعرفكم. انا بعرفكم يا الله بعرفكم. اذا ما خطيبتك انا عرفت شو قصتها. لازم تكون نسونجي انت لانك مدلعها انت. هاي لا لازم تكون نسونجي وتلقطك مع كم البنت عشان انت تقوى عينك وهي تصير تخاف عليك وتصير تلاحق وراك. ما انا بعرف. اتركوهن يلحقون بكم واذبلوهن يا ما يلحقون بشكسبير. بعرفش اشي حكى هيك اشي بس كله غلط هذا اللي بحكي فيه. يعني مش انه اتركها واطلع خد. يعني اذا اخذتها انت بتروح معها، اذا ما اجتش معك ما بترنش عليها. مش عارف انه في اشي زي هيك ما بعرفش ايش هو. انا ما قلت لك شو صار بالمشعوذ؟ ما هي اخذتني على كأنه ايش في؟ ها؟ كمل على المشاوير. ايه صاحبيتها قالت لها ووصلني الحكي. كنت فين يا خشب لما كنا نجارين؟ اي خلص بعد. واسألي عني عبير وفاء وصاحبتها شيرين. خشب مين يا ابو خشب يا ابو النسوان؟ ولك الله يسعد لي النسوان. انا بوديك البحر وبرجعك عطشان. ولا بتقلي بيضة ما تخفي علينا خفي ووعد دوري وتلفي. ما انا زبطتك من كلمة وصرت تطيري وترفي. فشرت عينك يا خفيف يلي برا التصنيف. تعرف صورتي عندي على الباب. غرامك مزيف ضميرك عدم هويتك عشقتك كرهتك نعم. صدق ما بطلنا ريت يا عدم اللي دبرنا مرمطنا وتشنطنا ما لقينا اللي قدرنا. صدق ما بطلنا خلاص بطلنا يا عمي اللي دبرنا مرمطنا وتشنطنا ماليش مصلحة ما لقينا اللي قدرنا. صبورة بحبني ولك حبك ترد اللي يطلع عكتافك يعملك سجادة البعيدة.